السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في المجلس الافتراضي. أنا سيف الكعبي. هل فعلا ممكن تحقيق الأرباح في العملات المشفرة بدون مخاطرة؟ إذا كان عندك كرت شاشة أو مساحة تخزين إضافية أو حتى سرعة إضافية في الإنترنت ما تستخدمهن، فالجواب نعم. خليك معانا لنهاية الحلقة عشان تعرف كيف. في الحلقة الماضية تكلمنا عن التصنيفات الرئيسية للعملات المشفرة، راح نتعمق اليوم أكثر في التصنيف الثاني من العملات المشفرة اللي راح نسميهن عملات البنية التحتية، وتعود هالتسمية إلى أن هذه العملات تعتبر منصات متكاملة يمكن بناء التطبيقات اللامركزية عليها من خلال وجود العقود الذكية. ولكن شو السر وراء هالعقود الذكية اللي تتيح الفرصة لكل هذا التطور في مجال البلوكتشين؟ العقود الذكية هي مجموعة من الأوامر ذاتية التنفيذ ويتم تأكيدها عن طريق البلوكتشين. تخيل مثلا أنك راح تشتري شقة أو حتى سيارة، هل يا ترى لازم في البداية تدفع المبلغ المستحق عليك ومن ثم يتم تسجيل هذا الأصل باسمك، ولا يتم تسجيل الأصل باسمك وبعدين تدفع عليه؟ في الواقع في مثل هذه الحالات إما أن أحد الأطراف يتحمل المسؤولية ويثق في الطرف الثاني وبالتالي هو يقوم بالعملية أول، أو أن يكون في وسيط ما بينهم يحفظ حق الطرفين وفي الغالب يأخذ نسبة من العملية. تحل العقود الذكية هذه المعضلة بأنها تقوم بدور الوسيط بمبالغ بسيطة جدا ويتم تأكيدها عن طريق آلاف الأشخاص، وتكون هذه العملية محفوظة على آلاف الأجهزة ولا يمكن اختراقها أو التزوير فيها. ودام صار عندنا عقود ذكية وممكن برمجتها بطرق مختلفة، صار ممكن بناء تطبيقات لا مركزية تستخدم هذه العقود لتأكيد التعاملات على البلوكتشين. والحين دام صار المجال مفتوح قدامنا للحديث عن التطبيقات اللامركزية، خلونا نشوف كيف ممكن نحقق مكاسب من العملات المشفرة بدون مخاطرة مثل ما ذكرنا في أول الحلقة. هل سمعت عن تطبيق iCloud، جوجل درايف، ون درايف أو دروب بوكس؟ تعتبر جميع هذه التطبيقات تطبيقات مركزية ويكون في جهاز في مساحة تخزين، تستأجر أنت جزء من هذه المساحة وتستخدمها كأنها مساحة تخزين خاصة فيك، وتدفع مبالغ تتراوح ما بين 1 إلى 50 دولار وأكثر في بعض الأحيان. صار اليوم بفضل التطبيقات اللامركزية بإمكاني أنا وياك أن نستأجر أو نأجر مساحات تخزين، وكل ما علينا هو تسجيل مساحة التخزين الإضافية اللي ما نستخدمها في برنامج ستورج اللامركزي. وأي شخص حاب يستخدم مساحة التخزين المطروحة يحتاج يملك عملة ستورج المشفرة ويدفع هذه العملة مقابل مساحة التخزين اللي يستأجرها، ويقوم تطبيق ستورج اللامركزي بتجزيل الملفات إلى جزيئات صغيرة وتشفيرهن وتوزيعهن على العشرات بل المئات من الأجهزة، فبالتالي يكون الملف محمي من الاختراق وكذلك من الضياع. فهمنا كيف ممكن نستخدم مساحة التخزين الإضافية لتحقيق مكاسب وبدون خطورة، ولكن يا ترى كيف ممكن نحقق مثل هذه المكاسب عن طريق سرعة الإنترنت الإضافية اللي ما نستخدمها؟ هل عمرك استخدمت تطبيق بالتورنت لتحميل الأفلام أو المسلسلات؟ يستخدم ملف تورنت طريقة مشابهة لتطبيق ستورج اللامركزي ولكن بطريقة عكسية تقريبا. فتطبيق بالتورنت مثلا اللي يعتبر أول تطبيق لامركزي على الإطلاق يقوم بتجميع جزيئات الملفات وبناء الملف الأصلي منها، وبعد ما تنتهي من تحميل الملف ممكن أنت ترفع جزيئات الملفات إلى العديد من الناس وتحصل مقابلها عملة بالتورنت. وأخيرا وليس آخرا، ممكن استخدام كرت الشاشة لمعالجة الحسابات على البلوكتشين والحصول على الأموال بالمقابل. فمثلا الغاز فيز أو رسوم الغاز اللي ذكرناها في الحلقة السابقة يتم توزيعها على الأشخاص اللي يأكدون المعاملات. حطيت لكم رابط موقع nicehash.com أسفل الفيديو عشان تقدرون تشوفون الأرباح المتوقعة لكل كرت شاشة. وفي الختام، إذا أعجبك المحتوى اضغط على لايك وسبسكرايب عشان يوصلك المحتوى أول بأول. إذا تعرف حد ممكن يستفيد من هذا النوع من المحتوى ممكن تشارك الرابط من أسفل الفيديو.